مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. بعد ظهور التنسيق وبدء الطلاب بتسجيل رغباتهم، معظم الاهالي والطلاب بيبقوا متحمسين لسنه اولى جامعه، لكن ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه في اول سنه ليهم او ينصحوا اولادهم ازاي. وطبعا بالنسبه للطلاب بيبقى الموضوع صعب وغريب عليهم، لان هم اتعودوا على نظام المدرسه الصغيره وكمان الحصص والدروس، وداخلين على جامعه كبيره بنظام جديد عليهم، او بمعنى اصح من الاعتماد على الغير للاعتماد على النفس، ومن فصل صغير الى قاعه محاضرات كبيره. وعشان اول سنه جامعه بتكون هي اصعب واهم سنه على الطلاب وكمان اولياء الامور، هينضم لينا عبر الهاتف النهارده دكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه. اهلا دكتور وليد. يا عمود، مساء الجميل عليك وعلى كل متابعينك في تلفزيون الوطن. مساء الفل عليك يا استاذ وليد. دكتور وليد، عاوزين نعرف من حضرتك تنصح الطلاب بايه بالذات في اول سنه ليهم في الجامعه؟ مهم جدا اولادنا اللي رايحين الجامعه في اول سنه يعرفوا ان هتقابلهم شويه حاجات لو ما تعاملوش معاها بقدر من الوعي والفهم والمرونه النفسيه، هيجي لهم مشكلات سوء تكيف ومش هيتكيفوا مع الجامعه بتاعتهم مهما كانوا حابينها وحابين الدراسه فيها، وده هيترتب على تاخر دراسي وعلى ان انا ما احضرش المحاضرات وعلى ان انا ما اروحش الكليه اصلا، وان انا ممكن لا قدر الله يحصل لي رسوب. فمهم جدا اخلي بالي من الاتي: نمره واحد، انا رايح الجامعه المستهدف عندي ان انا رايح اتعلم اكمل مسيره التعليم، انا مش رايح اعمل زي سعاد حسني في فيلم الحياه بقولونها بامبي عشان ده يكتب لي في الاجنده ده يحط لي ورده حمر. خلي بالك، لان النمو العاطفي بيكبر جدا عند المراهقين في المرحله دي، وبيبقى الاختلاط في بعض الاحيان ثقافه جديده على بعض الناس لاول مره تخش الجامعه، فممكن يذهبوا عاطفيا لاحد الزملاء. لازم اعرف ان هي علاقه زماله تبقى داعمه، تبقى مستنيره، يبقى كتف بكتف في المحاضرات، في اللي يفوتني في اسئله في مراجعات، وما تزيدش عند وحدودي مع زميلي تنتهي بانتهاء سور الجامعه بالظبط، يعني ما تمتدش اكتر من كده. ده بعد نفسي مهم جدا لازم اولادنا تخلي بالنا منه. بالاضافه ان انا بقول لهم دايما، انا اولادي خريجين مدارس حكوميه في الارياف عاديه جدا، انما في ناس تانية خريجين مدارس لغات وناس تالتة خريجين مدارس انترناشنال، كل واحد اتربى في ثقافه وفي تربيه وفي بيئه وفي نمط تعليم معين. الجامعه بقى بيتصب فيها الكلام ده كله، بيجي لنا كل الشخصيات بكل الانماط بكل الثقافات من كل حدب وصوب، وبناء عليه لازم اتقبل سلوكيات زمايلي. يعني انا لقيت دوت لابس لبس غريب شويه مختلف، اللهجه بتاعته مختلفه، ما تنمرش عليه، ما تلاشهوش، ما بعدش عنه، ما كونش جماعه شلاليه مبنيه على التمييز، لا، انصهر في بوتقه الجماعه، استوعب الاختلاف او استوعب كل زمايلي، بحيث ان بعد كده هو يبقوا ليا داعمين ومعينين في المواقف التعليميه المختلفه. طب يا دكتور، بالنسبه للطلاب اللي بالاضافه يا عنود، ان في مشاكل بتقابل دايما طلبه الجامعه، في بعض الاحيان يبقى في كثافه طلابيه عاليه جدا في مدرج، فيجي بعض الناس تقول لك لا انا مش هتزاحم، انا مش هتدافع، انا مش داخله المحاضره. لا، حاولي بقدر الامكان تنسي مواعيدك، تروحي بدري شويه، تحجزي مكانك، تسمعي بانصات، تسمعي بتفاهم. شغلتك في الكليه او في الجامعه اللي انت طالبه، يعني ايه انت طالبه؟ انا بحكي لك انا على جيلي كنت بشوف بعض السلوكيات زمان، مثلا ببقى مستعجل جدا ان تلاقي قبل المحاضرات مثلا واحد طالع ماسك الميكروفون وماسك المصحف وعمال يقرا مثلا في اوائل سوره البقره. كويس انك تقرا قران، بس مش مكانه مش في الجامعه، يعني مكانه مش هنا، ركز في ورقتك، ذاكر في مستقبلك. كنت الاقي ناس تانية يجي ساعة الأذان مثلا، وأذان المغرب بيأذن عندي في اسكندرية أهو، ألاقيهم واقفين في مكان كده خلوي ويقعدوا يأذنوا. أنت مش داخل الكلية شغلتك مؤذن، أنت داخل الكلية شغلتك طالب يا فندم، طالب. طب يعني يا دكتور، ادرس. طب يا دكتور، بالنسبة للطالب الانطوائي يعمل إيه؟ الطالب الانطوائي الحمد لله الجامعات المصرية، يمكن أنا لفيت في العالم كله، أعلى جامعات فيها مستوى من المشاركة ومن النشاطات موجود في الجامعات المصرية. ابتدي شوف اتحاد الطلبة، شوف الكشافة، شوف جماعة الرحلات، دي كلها جماعات نشاط هتلاقيها موجودة عندك. ودايما امشي في السيستم، يعني تبقى جماعة ليها شعار محددة، ليها دكتور هو اللي رئيسها
رئيس قسم موجود عندك ليها معيد بيشرف عليها، امشي في السيستم، يعني امشي في سيستم الكليه علشان يبقى معروف عنك الانضباط الالتزام، لان كل ده بيفرق معاك بعد كده في المستقبل المهني. كلنا واحنا طلبه اساتذتنا رشحونا الاماكن نشتغل فيها ما كانش هيتسنى لنا الالتحاق بيها لو احنا مش منضبطين. نعم، معروف الاخلاقيات، الالتزام بلوائح الكليه، جامعات زماله متوازنه بتمارس النشاط في سياقه، الحاجات دي كلها شكلت شخصيه ملتزمه كانت بالنسبه لسوق العمل اهم من التفوق الدراسي. بالظبط. طيب يا دكتور وليد، ده كان بالنسبه للطلاب، عاوزين نعرف دور الاهل مهم جدا بالذات في اول سنه ليهم، ننصح ايه بايه الاهل عشان ياخدوا بالهم من الطلاب في اول سنه؟ نخلي بالنا من لبسنا يبقى متوازن، طبيعه علاقاتنا متوازنه، مفيش حد يجرنا لجامعات موازيه ويلعب في دماغنا. محتاجين حاجة، حتى لو محتاج ماديا في قنوات شرعية جوه الجامعة، في أي جامعة في قسم خاص بالطلاب للمنح ولتخفيض المصروفات، ولأن أنا ممكن أدي كتب مجانية وهكذا. محتاج ملزمات دراسية، أعتمد على الكلية برضو أشوف مين من السادة وكلاء شؤون الطلاب ممكن يوفر لي دوت، ما اعتمدش على أي حاجة خارج سياق الكلية. وبعد مهم جدا، لازم يبقى معايا أجندة أدون اللي بيقوله الدكتور في المحاضرة، أذاكر أول بأول، ما اعتمدش على الناس اللي بتتاجر بأحلامنا ويدوا كورسات ويدوا ملزمات ويدوا جروبات. كل ده ملوش علاقة بورقة الاختبار بتاعتك في آخر السنة. ورقة الاختبار اللي عارفها الدكتور هو اللي بيكتب قدح الذهن وفق بقى مرئياته ووفق اللي عطاله الطلبة في المحاضرات، وجدانه هو اللي بيحط الأسئلة، مش اللي بيدي كورسات ولا بيفرق عليك ملزمات. فبالتالي التزم مع دكتورك، جس وحس وشوف عينيه رايحة فين هو بيشرح وبيتك على ايه واتجاهاته على ايه، علشان تعمق عندك وتعمل ثراء في الناحية الدراسية، وبالتالي تعرف تقول كويس جدا اخر السنة. انضبط، التزم، الكلية هتبقى ليك سفينة نوح من تعلق بها نجا. بنشكر حضرتك جدا دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا على معلومات حضرتك يا دكتور وليد. شكرا ليك. شكرا. وبكده مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان نكون وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية. نشوفكم في نشرات أخرى على خير.